أهلا بيكم يا برج الأسد. هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله توقعات الأسبوع الثالث من شهر مارس. أتمنى أن التوقعات دي تفيدكم إن شاء الله. طبعا في البداية أنا حابب أن أنا أدعوكم للمشاركة في اللايف البث المباشر اللي بنعمله يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 10 مساء، الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. اللايف ده للإجابة على الأسئلة. انا بنزل بوست قبلها تكتبوا اسئلتكم فيه، بختار مجموعة من الاسئلة بجاوب عليها في بداية البث، وبختار برضو اسئلة من البث المباشر. اتمنى ان انتوا تحضروا ويكون لكم حظ ان شاء الله للفوز بعدد من الاسئلة يتم الاجابة عليها ان شاء الله. فخلينا نبدأ مع بعض دلوقتي القراءة. بتمنى لكم طبعا قراءة خير وايجابية وتوضح لكم حاجات كتير ان شاء الله. فخلينا نبدأ مع بعض ونشوف. بسم الله. اوكي. اوكي. طاقتك انت يا برج الاسد لـ 3 of cups. طيب، يعني انت في طاقة حلوة، يعني ممكن تكون بتخرج مع الاصدقاء، بتحتفل، بتهتم بمظهرك الخارجي، ممكن يكون في عندك نجاح في العمل. بالظبط، يعني على الاغلب ده نجاح في العمل او احتفال مع اصدقاء العمل، بتحتفلوا بتخرجوا. فبشوفك مهتم بنفسك، يعني ممكن تكون بتهتم برضو بقضايا صحية، يعني عندك مشاكل صحية والحمد لله بتتشافى منها، ويعني بتاخد علاج مثلا او كده، والعلاج ده ما شاء الله جايب نتيجة كويسة. فانت بتحتفل مثلا انه في شيء معين انت عملته على صعيد عمل او صعيد صحي ونجحت فيه. كمان بشوفك بتحتفل مع الاصدقاء دلوقتي وقافل باب العلاقات والحب والكلام ده كله انت والشريك. ممكن تكونوا متفقين على ده، او انتوا بعدتوا ومن غير اتفاق كده، العلاقة انقطعت من غير اتفاق وانتوا مبسوطين في البعد انتوا الاتنين، يعني وانت اكتر منه كمان، يعني لان انا بشوفه طبعا هو عنده نية للرجوع، لكن انت ممكن تكون عندك نية وكل حاجة لكن مؤجلة وما بتفكرش في الموضوع دلوقتي. يعني انت بتعيش حياتك وبتقضي اوقاتك اللطيفة وما عندكش مشكلة. يعني خلينا طيب نشوف ايه الحكاية. انت عندك طبعا نية كمان للرجوع، لكن انت مش مستعجل على الرجوع ده، بتقول وقت ما يجي. انا دلوقتي مبسوط وعايش حياتي، فيجي وقت ما يجي. انا محتاج ان انا ابعد شوية بعد صحي، انا مبسوط كده وبأتشافى، ولما بأوصل للتوازن التام ابقى اقرر اصلا اذا كنت ارجع له او لا. يعني اللي ظهر لكم انه العلاقة انقطعت، لكن فعليا هي ما اتقطعتش. يعني انتوا الاتنين عندكم نوايا للرجوع، حتى لو كان على فكرة الشخص ده عامل لك بلوك. بالظبط، انا بشوفك مبسوط، بتحتفل ومبسوط، وعلى الاغلب الاحتفالات دي في العمل، في نجاحات معينة انت محققها في العمل وبتحتفل بنجاحاتك دي ومبسوط وشايف نفسك عليه، وانت ولا همك يعني الموضوع ده. طيب، هو بقى ايه؟ انا بشوفه هو بيحاول ان هو يبعت لك رسائل روحانية، يتواصل معاك من خلال التليباثينج، بيعمل لك جلسات تخاطر كتير. هو زعلان منك قوي، بيفكر في اللي كان ما بينكم في الماضي، و كل ما يجيله شوية حنين ومشاعر تجاهك بيحاول ان هو يمسك نفسه. هو كمان شايفك ان انت شايف نفسك عليه، فهو بيعند برضو معاك، اللي هو انت بتتقل عليا، طب انا كمان هتقل عليك. مش هفك البلوك مثلا لو انا عامله حاجة زي كده. بشوف انه انت مش عنيد معاه ولا حاجة، انت مستريح كده، لكن هو بيحاول يعند معاك لانه مفكرك ان انت بتعند معاه. يعني فدي حاجة مضايقة جدا، بيحاول ان هو يتماسك، لكن التفكير في الذكريات اللي ما بينكم
مسيطرة عليك جدا وحياته ناقصة كتير من غيرك يعني، فهو بيفكر فيك. طيب ايه نوايا بقى بالظبط تجاهك؟ خلينا نشوف. هو عايز يتكلم معاك وعايز يرجع العلاقة، هو بيراقبك جدا وعايز ان هو يرجع العلاقة معاك، حتى لو كنتوا هتنفصلوا تاني بس هو عايز يرجع لك، لانه حاسس ان حياته ناقصة كتير من غيرك، وهو عايز ان انت تكون موجود في حياته بأي شكل يعني. فهو ناوي ان هو يراقبك لحد ما يلاقي الفرصة المناسبة انه يتكلم معاك ويقول لك قد ايه هو حزين وقد ايه حياته ناقصة من غيرك، بس هو عايز يختار وقت مناسب يعني. طب هل هيعمل كده؟ اه هيعمل كده، هيتواصل معاك، ممكن هيبعت لك رسالة او هيتواصل معاك وهيقول لك يعني انا حياتي ناقصة من غيرك وانا مقدرش ان انا استغنى عنك، فهيتواصل معاك. هيكون في كلام ما بينكم يعني بأي طريقة او حتى بشكل، عشان اللي بيتفرجوا عشان برج الأسد ويقولوا لي احنا يستحيل هنتواصل، القدر هيشاء يحطكم في موقف تتكلموا وهيكون في تواصل ما بينكم يعني ان شاء الله. طيب خلينا نشوف المنفصلين، هيكون في عودة؟ اه هيكون في فرصة للكلام ما بينكم، ممكن تكون مؤجلة شوية بسبب الشريك مش بسببك انت يا برج الأسد، بسبب الشريك ان هو هياخد وقت زعلان وشايف انه مفيش اي فرصة، لكن في النهاية هيكون في كلام ما بينكم، هيكون في فرصة تانية وهيكون في حديث من القلب للقلب، وفي بعض الأمور المستخبية اللي هتتكشف لكم. برضو اللي مستني حد جديد يدخل على حياته، في حب جديد هيدخل على حياتكم، الشخص ده ممكن يكون توأم روح، هتتبسطوا جدا وهيعوضكم عن كل اللي فات يعني ان شاء الله. في فرصة اه ممكن تقابلوا الشخص ده من خلال العمل، ممكن يكون من برج العذراء، من اي طاقة ترابية او مائية. طيب خلينا نشوف احوال العمل، بشوف ان انتوا في عندكم رفعة شأن في العمل بتاعكم، ليكم كلمة مسموعة، انتم في منصب، وحتى لو انتم مش في منصب عالي رأيكم هيؤخذ بيه وهيكون في عين الاعتبار، وليكم اهمية كبيرة في العمل اللي انتوا بتعملوه ده، ليكم قدر عالي وشأن كبير، ممكن يكون الناس بتيجي تطلب منكم المشورة، بشوف ان هيكون في تواصل كتير في العمل بتاعكم خلال الفترة دي، ممكن كمان هتتواصلوا مع جهات خارجية او هيكون في عمل اونلاين. كمان بشوف ان في حل المشكلة اسرية، انت الوحيد اللي هتقدر تحل المشكلة دي يا برج الاسد. حاول كمان لما الشريك ده يرجع لك ما تحاولش ان انت تنتقم منه او تتقل عليه، حاول انك توصل معاه لحل وسط وانك تكون متوازن بالظبط يعني، ما تحاولش تقول له قد ايه انت غضبان وقد ايه انت حزين، ممكن تقول له كده ولكن خلي طريقتك معاه لطيفة وما تكونش قاسي في الحديث معاه يعني. بالنسبة للنصيحة بتنصحك بنفس الشيء يعني، حاول ان انت يعني اعرف قدر نفسك وكل حاجة، لكن انت محتاج ان انت تتنازل شوية عشان المركب تمشي، حاول انك يعني توازن الامور، اللي هو مش يقطع تماما وانهي الموضوع يا اما ارخي الدنيا كلها، حاول انه يكون في وسط. كمان انت ممكن تكون مش عارف بالظبط، استنى بقى، انت مش عارف اصلا اذا كنت عايز الشخص ده ولا لا، لسه مش واخد قرار ومش محدد، فبيقولك اعمل اختيار يعني، هو انت عندك اوبشن ان انت تكمل وعندك اوبشن ان انت تستناه، فاعمل اختيار وشوف انت عايزه ولا لا وبناء عليه قرر، ولو قررت ان انت هترجع له حاول ان اسلوبك معاه يكون وسطي نوعا ما، مش قاسي قوي ومش منبسط جدا يعني، حاول انك تكون وسطي معاه. خليني برضو اخد لكم نصيحة من الملائكة، بس قبل ما اخد نصيحة من الملائكة هقول لكم الابراج اللي طلعت معانا، في برج العقرب ظاهر كتير، برج الاسد زيكم، برج العذراء، برج القوس، الاسد تاني،
ثور، الحمل، القوس كمان مرة، الحوت، العذراء تاني، السرطان والثور تاني، والعقرب كمان مرة. طبعا كل الطاقات موجودة، فخليني أخذ لكم نصيحة من الملائكة وأشوف هينصحوكم بإيه. أوكي، بيقول لك اطلب المساعدة من الآخرين. أنت بالفعل في آخرين حواليك، لكن أنت محتاج إن أنت تشرح مشكلتك دي لحد مختص، معالج نفسي، طبيب نفسي، معالج روحاني، أي حد، أو أي حد أنت بتثق فيه يعني. لأن من الواضح إن أنت حواليك أشخاص كتير لكن ما عندهمش الخبرة إن هم يساعدوك، عايزين يساعدوك بس مش عارفين يساعدوك إزاي. فحاول إنك تلجأ لحد مختص وتطلب منه المشورة. بي assertive، اجزم الموقف، حدد بقى إذا كنت أنت عايزه أو لأ، اعمل اختيار واجزم الموقف مع نفسك قبل ما تجزمه معايا يعني. فاعمل الأول اختيار بينك وبين نفسك وحدد أنت عاوز إيه، ولو احتجت المساعدة أو المشورة اطلبها برضو من المختصين يعني. فدي كانت قراءتكم يا برج الأسد، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.